فوق أجنحة الجحيم. أي. إيش قد يعني لك هذا المسلسل وليش يعني لك؟ كان ابن أخوي ابن يعني أي ابن الأخوية طفل ورد يعني بعمر الورد على البايسيكل مالته وخطف خطف ب 2007 واخويا افتر العالم كله عليه والدنيا وراد وعالج وحتى قالوا له غير دول وطلع ودز وخبر ناس لحد الان لحد هذا اليوم ماكو لا قالوا له توفى ولا طلبوا شلون قالت انخطف؟ شالوه انخطف ما يعني احد شافه انه دين خطف او يمكن يكون حادث او يعني لا اختفاء لا لو لا الحادث يظهر بقتها اختفاء وراح حرق قلبكم اي طبعا فكان يعني ليش هذا العمل؟ يعني اللي إلى ولكثير من اطفالنا اللي انخطفوا وراحوا اطفال العراق طبعا ويمكن ماكو بيت ما بيه مثل ليش حادث اي اكيد طبعا يعني اخوي انخطف وواحد من اخواني الله انخطفوا هذول طلعوا وانطوا نعم. فديه وطلعوا بس هذا الطفل عمره مو صغير عمره 13 سنه ليش قد شفنا عذابه